Coucou, alors je m'en vais avec une recette à Kalbellose. Vu que Ramadan a Inch'Allah, alors j'ai préféré une derhadurka. Alors, là je vais vous donner des mesures exactes parce que si tout plusieurs fois, je le bon Kalbellose, donc voilà, on a Kalbellose, donc on a 500 grammes, 500 grammes de simid l'khchine, 250 grammes, 250 grammes de sucre. هنا عندي 65 غرام تاع ما زهر و 65 غرام تاع الماء، يعني الكيلة تاع ما زهر كيما الكيلة تاع الماء فوالا. وعندي 50 غرام تاع السمن، بيان سور سمن دايب، وقليصة تاع الملح. دونك في قصعه حطوا ولا في ان ريسيبيون ولا كيما تحبوا، حطوا السميد ومن بعد زيدوا السكر وحكوه مليح بين يديكم. اون فيت لازم هذاك السكر يتخلط تري بيان مع السميد. هاد لوبيراسيون اون فيت لو فيت لي تحكوه هكذا بين يديكم سي تري امبورطون في القلبلوز باش يجيكم مليح. دونك نزيد القليصه تاع الملح فوالا، شتو كيفاش راني ندير بيديا. ومن بعد نبدا نشمخ في القلب اللوز تاعي، اونفان في لاباط تاع القلب اللوز. هنا درت السميد السمن باردون، دونك انا حنبسس هذيك لاباط فوالا، نحك تري بيان بين يديا. يعني فو فروتي بيان اونتر فو مان هذاك السميد و لو سوكر و السمن. قلت لكم سي تري امبورطون دو فير سا. بيان سور القلب اللوز ما نقدوش نديروه اون اون جورني، يعني ماشي ما نقدوش نديروه، ما نقدوش ناكلوه اون اون جورني. دونك هنا راني نشمخ في السميد باش حتى الغدوه باش نقدو ناكلوه. باغ اكزومبل انا هنا راني درتو الصباح، دونك جو في لو ليسي توت لا جورني يريح، مينيموم لازم 6 سوايع. دونك هنايا زدت الماء زهر والماء، ونقعد لا ميم شوز نحك بين يديا فوالا باش نشمخ مليح وباش هذاك السكر يدوب. دونك دركا كي نكمل الماء نحك مليح بين يديا، نغطيه ونخليه يريح. جو زي دي مينيموم 6 سوايع، يعني ابخي هذوك لي 6 باش تخدموه. دونك هنايا انا لهنا جا ابوبري نقولوا 100 غرام تاع ابوبري تاع اللوز. دونك حنرحيه، انا نحب نحمص اللوز قبل ما نرحيه باسكو يمد ان بون كو. ارحيوه ما ترحيوهش رقيق وما ترحيوه خشخشين. اون فيت باش كي تاكلو تحسوه كوميم شويه، ماشي كي يكون اون بودر بزاف ما تحسوهش. دونك فوالا هنا رحيت رحيتو، وراح نوجدو الشربات. بيان سور الشربات توجدوها قبل ما توجدوا قبل ما تطيبوا القلب اللوز باسكو لازم تكون بارده. دونك لازم لنا 500 غرام 500 غرام سكر مع ريت لا ما. بيان سور لازم لنا ثاني 50 غرام تاع الماء زهر، بصح ما نديروهش دوكا، الماء زهر نديروه في الاخر كي يطيب. ولي رونديل تاع القارص فوالا، دونك نحطوه يطيب. بيان سور الشربات تاعنا لازم تكون طايبه، يعني تكون ثقيله ما لازمش تكون خفيفه، باسكو كان تكون خفيفه حتفسد لكم القلب اللوز. دونك هنا ابخي هذوك لي 6 انا خليته اكثر من 6 فوالا كيفاش لقيتو شرب كامل، داب هذاك السكر وشرب كامل الماء والسمن تو الي تري بيان. الوغ كي يكون هكذا معناتها راهو مليح. دونك هنا واش حندير، راح نزيد مغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك. هذه اللي درتها مغرفه تاع قهوه، دونك صغيره كامل. خلطوها مليح وزيدوا 30 غرام تاع الماء زهر وعجنوه شويه بيدكم. دونك ها هي 30 غرام تاع الماء زهر ونعجنو بيدي، ما راحش يجيكم عجن كي ديروا هكذا. دونك فوالا هنا تعجنوه، ما تعجنوش بزاف، مي غير شويه، غير تولي لكم لا تيكستور هكذا كيما راني ندير. تسمى كي ندير هكذا تولي لي اون بول تنطم، سي بون ما تزيدوش. دونك 30 غرام فوالا. دونك هنا نحكم لو بلاطو راني حندير فيه، ندير له السمن، يعني ديروا مليح السمن فيه. الوغ هذا سي ان بلاطو جو كرو تاع 30 تاع 40 سنتيمتر هكاك، مانيش عارفه اكزاكتومون مي ا بو بري، قولو 30 35 سنتيمتر.
دونك هنا لا بات تاع القلبلوز نقسمها اون دو، نحكم لا بلو غروند بارتي نحطها هي الاولى. ايه والشربات تبداو تحسبوا، باردون نسيت نقول لكم، تبداو تحسبوا غير يبدا يغلي كيما راكم تشوفوا هنا في لا فيديو، غير يبدا يغلي احسبوا 20 مينوت ومن بعد باش تطفيو عليه. دونك هنا درت شويه سمن فوق يدي وبديت نحل شويه، يعني جا بلاتي في هذيك لا بات تاع القلبلوز. ومن بعد نحط لا كونتيتي تاع اللوز، انا مانيش حنديرها كامل، عبارة قلت لكم من اللوز يعني فريمون شويه ماشي لازم بزاف. فوالا سقموه مليح ومن بعد بداو تحطوا، طلعوا لي كوتي، لي كوتي طلعوهم كيما راني ندير. فوالا ولا دوزيام بارتي تاع لا بات اللي قعدت لكم بداو تحطوها من الفوق وغلقوا. الوغ بيان سور باش تجيكم ساهل كي تكونوا تحلوه فيه، يعني كي تكونوا تحلوه في لو بلاطو ديروا توجور السمن فوق يدكم باش يجيكم ساهل وما يتلصق لكمش. فوالا ابري كاين اللي يديروا الماء، مي انا جو بريفير ندير السمن. دونك فوالا هنا حليتو باك، حليتو كامل بيدي. دركا من بعد حكموا اون سباتول ولا مغرفه، سقمو كامل هادوك لي هادوك باسكو شتو كي نديرو بيدنا نخليو لي تراس تاع لي دوا، دونك سقمو كامل. فوالا فوالا لازم يكون ليس. بعد حكمو موس بصح ما تقطعوش حتى لتحت، يعني ديرو برك لي تري ديالكم هذا مكان. فوالا و فات برك لي تري تاعكم. ابخي تحبوا دي غرو مورسو دي بتي مورسو، كل واحد يقطع كيما يحب. انا فوالا كيفاش قطعته. فوالا دونك ومن بعد حندير له اللوز. بيان سور باش نرشق له اللوز، اللوز شمخوه على الافونس باسكو كي تشمخوه ما راحش يتحرق لكم في الفوق وتبداو ترشقوه في هذاك اللوز. دونك انا هنا درت لا فورم تاع اون فلور، يعني تقدروا ديروا هكذا ولا ديروا وحده برك. هنا يعني سي جوست بور لو ديكور هذا مكان. دونك كي تكملوا ما ديروا اللوز تاعكم ترشقوا اللوز، زيدو ديروا السمن من الفوق قبل ما تدخلوه للفور. دونك شوفوا كيفاش جا. فوالا زيدو السمن من الفوق وتكونوا مشعلين لو فور على الافونس. دونك لو فور شعلوه 180 دوغري، طيبوه دابور من التحت، لازم يتحمر من التحت كي لي كوتي يتحمروا مليح باش طلعوه يتحمر من الفوق. دونك سا ديبون، يقدر يدير لكم 40 مينوت يقدر يدير لكم ساعه، شاك فور كيفاش. بصح طيبوه دو بريفيرونس 180 دوغري باش ما يتحرق لكمش وما يطيب لكمش، يتحمر من الفوق ومن التحت ومن الداخل ما يجيكمش طايب. دونك هنا الشربات سي بون راهي وجدت، دونك حنحي لي غوندال تاع القارص ومن بعد نحطها دون ان بول هكذا ونحطها تبرد باسكو لازم فريمون تبرد، ما تقدروش ديروها وهي سخونه. وقلت لكم الشربات لازم تكون توجور ثقيله، ما لازمش تكون خفيفه باسكو لو كان تكون خفيفه راح تفسد لكم القلب اللوز تاعكم. فوالا دونك ا سو مومون لا حتى كي نفرغ دون ان بول هذاك الشربات تاعي باش ندير المزهر، نديرو 50 غرام تاع المزهر. دونك هنا كنت حابه نوري لكم فوالا لي كوتي راهم تحمروا، ومن بعد مور ما تحمروا راني طلعتو تحمر كامل من الفوق وراح نبدا نفرغ في الشربات. بيان سور تكونوا طفيتو الفوق ولا كونتيتي كامل ديروها، يعني انا قعدت لي يا ربي قيس الفنجال هذاك. فوالا عمروها مليح شمخوه يعني يغطيوه تري بيان.
وعاودوا حطوه في لو فور، وبصح الفور يكون طافي، عاودوا حطوه 5 دقائق. فوالا شوفوا كيفاش شرب لي تري بيان، هنا راهو تري تري بيان قلب اللوز. دونك قلت لكم تعاودوا تحطوه جوست في الفور، ديجا شوفوا مازال ما باتش وراهو فريمون طري. الوغ لا كي غدوه من داك كي بات كيفاش يولي. دونك قعدت لي غير هاد شويه ما نش حنزيدها. فوالا دونك غطيوه، لازم تغطيوه بساشي ولا بالبابيي فيلم، لازم تغطيوه وزيدوا له اون سيرفيت من الفوق وخليوه الليل كامل يريح. يعني انا وجدته الصباح طيبته في الليل، وهنا غطيته وخليته حتى الغدوه من داك باش قطعته. دونك هنايا شوفوا لو ريزولتا تاع غدوه من داك، شوفوا كيفاش يجي طري، يعني فريمون طري ومشمخ، يلي جا تري تري بون. فوالا دونك جيسبر كو القلب اللوز تاعي عجبكم. على بالي بلي يا بلان دو روسيت تاع القلب اللوز، انا درت لا بلو فاسيل اي لا بلو بازيك يعني. وهذا يسو كونسيرف حتى لدي جور، يعني ما يفسد لكمش لو فريغو. على بروشين ان شاء الله.